خبر خارج النادي الاهلي، لكن لازم بنغطي كل الرياضات، والرياضه مهمه جدا، ورفع الاثقال ولبطوله العالم وبطوله افريقيا الاولى لرفع الاثقال والبنش للمكفوفين. بطوله العالم متواجده في مصر، كانت البطوله بتشتغل من يوم 15 ليوم 22 نوفمبر، بطوله مهمه حضرها الدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضه ونائبا عن وزير الشباب ونظام دودال رئيس الاتحاد الدولي، والدكتور احمد محمد عوين رئيس الاتحاد المصري والافريقي. البطوله بتقام تحت رعايه وزاره الشباب والرياضه على ملاعب احد فنادق الهرم. بتقام البطوله داخل فنادق في الهرم، واعضاء مجلس الاتحاد المصري كمان كانوا متواجدين للمكفوفين، ورؤساء الانديه المشاركه في الاتحاد الرياضي للمكفوفين. اكيد ال 88 لاعب بيشاركوا جوه البطوله، و10 دول منهم اليابان، اوكرانيا، الهند، تركيا، وروسيا، والتشيك، وجورجيا، فنزويلا، وليبيا، بالاضافه الى مصر وهي الدوله المنظمه. كل اكيد ده دور النادي الاهلي، اللي احنا كمان بنعرض اخبار، لكن دايما بنعمل سبوت على جميع الالعاب خارج النادي الاهلي في بيان مصر متواجده، اكيد احنا معاهم داخل الحدث. هنروح لتقرير عن بطوله العالم وبطوله افريقيا لرفع الاثقال وبنش المكفوفين، وفاصل ونستقبل بعديها نجماتنا الكبار في التنس الارضي والفوز، والحديث عن الفوز ببطوله الدوري العام للتنس الارضي لمده 3 سنين متواصله والحفاظ عليه مع نجماتنا الكبار. احنا طبعا النهارده السعداء موجودين مع الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين في البطوله رقم 14 لرفع الاثقال والبطوله الاولى الافريقيه. انا كنت ليا الحظ ان انا كنت موجود معاهم في البطوله رقم 13، كانت في مدينه محافظه الاقصر، وكانت بطوله من البطولات القويه، ونتمنى لهم كل التوفيق من خلال وزاره الشباب والرياضه، اللجنه البارالمبيه المصريه، يعني دعم اساسي بالنسبه لهم، كل الدعم اللي هم محتاجينه سواء تاشيرات، ادوات، دعم، يعني كل وزاره لم تبخل على الاتحاد باي شيء منها. دعم مادي ودعم معنوي، سواء استخراج التأشيرات بالنسبة لأعضاء الاتحاد الدولي، بالنسبة للعيبة اللي وصلوا المطار القاهرة، بالنسبة للإقامة، بالنسبة لهم الأمن، التصريح الخاصة بكل شيء، الأدوات الاستوراد، الأدوات الرياضية اللي تم استيرادها من الخارج، بالإضافة للدعم المادي طبعا اللي تم تقديمه للاتحاد، لأنه هو تم تقديم ملف عن بطولة العالم وتم تقديم دعم من خلال وزارة الشباب والرياضة. احنا طبعا احنا عندنا كوزارة الشباب والرياضة اللجنة لإعداد البطل البارالمبي المهالين لطوكيو 2020، وكان في اجتماع النهاردة حتى مع سيادة الوزير وعدد من لاعبي المنتخبات القومية، وبكرة إن شاء الله في اجتماع في اللجنة البارالمبية عشان نشوف اللعيبة اللي تم تأهيلهم فعلا نشوف الاستعدادات بالنسبة لهم في طوكيو. فكل الدعم التام من خلال وزارة الشباب والرياضة لهذه الفئة ذوي الهمم وذوي الأبطال إن شاء الله. احنا عندنا مشروع قومي لذوي الهمم أو ذوي الأبطال اللي زي ما يتقال عنهم، بالإضافة إلى مكتب ذوي الهمم في وزارة الشباب والرياضة، تقديم خدمات سواء رياضية، شبابية، ثقافية، اجتماعية، فكل الدعم التام ليهم من خلال وزارة الشباب والرياضة. احنا في البداية لازم نشكرهم أولياء الأمور على تحملهم وعلى صبرهم بالنسبة لهذه الفئة، وبنتمنى لهم كل التوفيق، وبنقول لهم الدولة والوزارة وكل شيء تحت أمرهم، وكل التوفيق لأبنائنا في هذه البطولة إن شاء الله. النهاردة احنا بننفذ البطولة رقم 14، بطولة العالم رقم 14، وبطولة إفريقيا الأولى على أرض مصر الحبيبة. النهاردة في اختلاف كبير بين بطولة اليوم وبطولة العام الماضي اللي تشرفنا أيضا بتنظيمها في مدينة الأقصر الساحرة. نفذنا ونظمنا بطولة العالم رقم 13 قبل كده، لكن في فرق كبير جدا جدا بين البطولتين. كانت اللي فاتت أول بطولة بننظمها، وكان قبلها بسنة أول لاعب رفع أثقال يرفع حديد في مصر بين المكفوفين، اشتغلنا عليه والحمد لله رب العالمين. شاركنا ب10 لاعبين المرة اللي فاتت، النهاردة بنشارك ب22 لاعب في البطولة الثانية. البطولة الأولى ال10 لاعبين ده كان آخرنا، النهاردة عندنا بدائل كتيرة جدا جدا عن ال22، ولادنا كلهم منتظرين
وبيسعوا ان هم يشتغلوا اكتر وينتجوا اكتر علشان يدخل مكان زميله في منافسة شريفة. البطولة الماضية حققنا 16 ميدالية ما بين فضة وسبعة ذهب وواحدة فضية وثمانية برونزية. النهاردة ان شاء الله بإذن الله بنسعى لتحقيق ضعف هذه الميداليات، وبإذن الله رب العالمين ربنا يوفق الأولاد والجهاز الفني، لأن هم بالفعل تعبوا جدا جدا جدا، سواء جهاز فني أو إداري أو ولادنا من بنات وولاد. إن شاء الله نتوسم فيهم الخير، وفضل الله علينا كبير جدا جدا، وإن شاء الله نفرح في نهاية البطولة. نتمنى في المستقبل إن شاء الله إن إحنا زي ما أنشأنا رياضة رفع الأثقال في مصر، وزي ما انشأنا رياضة الجودو في مصر، لان احنا كمجلس ادارة كلفنا من وزير الرياضة من 5 سنوات بالتعيين، وبعدين انتخبنا لما صدر القانون الجديد 17 او 71 سنة 17 انتخب المجلس تقريبا هو بدأنا نسعى ان احنا ننمي الموجود و نبتكر حاجة جديدة أو ندخل رياضات جديدة. فدخلنا رياضة الجودو، والنهاردة عندنا منتخب جودو بيسعى للتأهل لطوكيو 2020، إن شاء الله نتمنى لهم الخير. كمان عندنا منتخب مصر لكرة الهدف جول بول أو المشهورة كرة الجرس، بيستعد أيضا للتأهل لطوكيو 2020. كمان الفوتبول بيستعد ايضا وده مسافر كمان 5 ايام لنيجيريا علشان يلعب بطولة افريقيا اللي ان شاء الله يتأهل من خلالها لطوكيو 2020. في الحقيقة ان دي بطولة العالم 14 لرفع الاثقال، واحنا كجمهورية مصر العربية بننظمها لتاني مرة على التوالي، كانت عندنا السنة اللي فاتت في الاقصر بمشاركة 9 دول، السنة دي زدنا دولة بعد كمان اعتذار نيجيريا وزيمبابوي، بقت روسيا وأوكرانيا وتركيا والتشيك واليابان والهند وجورجيا وفنزويلا، بالإضافة إلى المنتخب المصري. عندنا في البطولة 75 لاعب ولاعبة، منتخب مصر 10 بنات و13 لاعب، وإن شاء الله يعني بنحقق أفضل النتائج في خضم المسابقات اللي موجودة، وإن شاء الله هنوفيكم بالنتائج أول بأول بإذن الله. المفروض أن إحنا حاطين تارجت، لأن المنتخب بتاعنا تكوينه حديث تاني سنة، فإحنا حاطين تارجت أن إحنا ناخد تالت عالم السنة دي، فإن شاء الله يعني يتحقق التارجت ده وهنبقى مبسوطين في اللي. وإحنا خدنا دعم حكومي مادي ولو كان بسيط ومعنوي وأدبي من وزارة الشباب والرياضة ومساندة الدكتور أشرف صبحي اللي بتقام البطولة تحت رعايته، وإحنا طبعا تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية والبارالمبية، فبالتالي الأمور كلها الحمد لله ماشي الحال. إحنا طبعا السنة اللي فاتت استضفناها في الأقصر في أحد الصالات، السنة دي بنقيمها هنا في أحد الصالات المغلقة في حفص الجيزة، ولا البنية التحتية طبعا حدث ولا حرج. مصر عندها بنية تحتية رهيبة جدا، إن كان صلاة إن كان ملاعب إن كان أدوات، كل ده متوافر وموجود، وإحنا ما عندناش مشكلة في الموضوع ده. أي حاجة بنطلبها بتجاب على طول، أي حاجة بنطلبها المسؤولين بينفذوها لنا على طول. طبعا إحنا ما زلنا نعيش في ثمار عام المعاق اللي كان في 2018 وبنجني ثماره دلوقتي، وطبعا احنا يعني متشرفين جدا ان ما زلنا تحت رعاية هذا العام اللي هو 2018، والامور الحمد لله تمام. احنا معاونين بشكل كبير جدا جدا للاتحاد المصري للمكفوفين ورياضة رفع الأثقال، وإن شاء الله إحنا بننشد وبنعد حاليا بروتوكول تعاون فيما بيننا وبين الاتحاد، لأن أنتوا يعني كما تعلم عندنا نسبة كبيرة جدا من المكفوفين، وبنتمنى أن يحصل عملية دمج بينهم وبين الأسوياء، وده منهج الدولة
واحنا بننشده ان شاء الله هنسير على هذا الدرب وفي القريب العاجل. واحنا عندنا ابطال كتير جدا في المكفوفين في رياضات متعدده، ورياضه المكفوفين بالنسبه لي اليوم ان شاء الله من اليوم هيبدا اعداد البروتوكول وهيتم دمج هؤلاء الطلاب وهؤلاء المكفوفين اللي هم زي ما بيقولوا كده حته من قلبنا، واحنا معاهم ان شاء الله حتى نصل بيهم الى العالميه. وجه الاستفاده كبير جدا، انت دلوقتي عندك بطوله عالم، يعني الفكر والثقافه ونشر الموضوع في ارجاء مصر كلها وفي العالم العربي بل في العالم كله ان شاء الله يعمل نقله حضاريه، والاهتمام بالمكفوفين يزداد في الفتره القادمه حتى نصل الى ما مبتغانا باذن الله وتحقيق الهدف المنشود باذن الله تعالى. احنا في استعدادات المنتخب المصري الحمد لله بقالنا 3 شهور في معسكر مغلق في المركز الاولمبي، واللعيبه مستعديه ان شاء الله تاخد البطوله، ودي البطوله الثانيه لنا بطوله العالم والبطوله الاولى افريقيا، وان شاء الله نحقق مركز افضل من المراكز العام الماضي. احنا العام الماضي حققنا المركز الثالث سيدات والخامس رجال، السنه دي احنا ان شاء الله بنعشم باذن الله ومستعدين ان احنا نحقق مركز متقدم. حققنا 16 ميداليه العام الماضي، السنه دي احنا ان شاء الله نحقق ميداليات اعلى ان شاء الله باذن الله. عندنا مشكله طبعا في ان احنا في الفئه بتاع المكفوفين واضعاف البصر، ان احنا العام الماضي كانت اول مشاركه لينا، وبالرغم ان كانت البطوله رقم 13 عالميا الا ان احنا بدانا العام الماضي ب 10 لاعبين، وكان فيه صعوبه ان احنا بنوصل للاعبين في على المستوى المحافظات والبلد والدوله. وصلنا ل 10 لاعبين اللي شاركنا بيهم المره اللي فاتت، 6 رجال و4 سيدات. العام الماضي وضعنا خطه كبيره شويه مع الاتحاد برئاسه الدكتور احمد عوين والجهاز ومجلس الاداره، حققنا ان احنا وصلنا ل 55 لاعب بيمارسوا الرياضه، واخترنا منهم 23 لاعب اللي هم 22 لاعب اللي هم هيشاركوا معانا في البطوله من غدا اللعب ان شاء الله، 10 سيدات و12 لاعب. واحنا مشكلتنا في الانديه ان احنا مفيش انديه بتقدر تسجل اللاعبين الاول وتبدا تدربهم، احنا اللي بنختار كاتحاد وكجهاز فني اللاعبين ونبدا نعدهم ونوصلهم للبطوله، وبعد كده الانديه بتبدا تسجل، الا ان مفيش مشاركه كبيره من الانديه الا القوات المسلحه نادي المؤسسه العسكريه نادي واحد اللي بيسجل. فانا بناشد المسؤولين وبناشد القوات المسلحه والعميد حازم رزق بتاع الرياضه ان يفتح لنا مدرسه تانية او مدرستين تبع الانديه اللي تبعهم يعني تبع القوات المسلحه، بحيث ان احنا يبقى في مشاركه اكبر ويبقى في عدد اكبر ان شاء الله العام القادم، ونشارك ونلاقي عناصر افضل ويبقى في منافسه قويه في هذا المجال.